ان اشرف رجله بفضل الله غير شكل البدله في مصر، ده حق لي. كل مكان بيتنقد عليه عم الشعبان رحمه الله عليه احدث حاجه في العالم حاليا، وملبس حمو بيك ملبس مسلم. الاستاذ بيقول لك حسابك قد ايه؟ قلت له قد كده. اداني حسابي مشكورا وقال لي بقى اعمل لي فيديو وقول ان انت خدت. قلت له اكيد طبعا، وانا بحبه، انا بحبه، انا خسرته وهو برضه خسرني، لكن انا بحبه. اجانب انا عامل ملابس فيلم امريكي يعني، سنين مشوار طويل جدا. اتعاملت مع عم شعبان رحمه الله عليه وعم حسن الاسمر. يعني انا من بداياتي عندي طموح، انا كان طموحي ان انا بفضل الله تعالى ان انا اسمي يبقى بره مصر، دي طموحي وكنت بتمنى ده من ربنا. مع الوقت والسنين بفضل الله انا عامل شغل في امريكا وعامل شغل في فرنسا، ومؤخرا من حوالي 20 يوم عامل شغل في لندن. يعني ايه لندن؟ يعني ناس بتتواصل معايا من بر، اجانب انا عامل ملابس فيلم امريكي، ملابس بصور فيلم اسمه الساحر، فيلم اسمه الساحر، البطل بتاعه اسمه ميكو سعد، اعلامي وممثل وماسك منصب في هوليوود في لجنة التحكيم، يعني حد ما شاء الله عليه. تمام. وابرام جاستن ده ممثل مصري امريكي بقاله 20 سنه بره، برضه بتعامل معاه، وكان عندي من فتره قريبه جدا في القاهره، كان نازل 11 يوم عملت لهم مجموعه ملابس. يعني بفضل ربنا، يعني انا من غير دعايه ولا ميديا ولا بصرف على الميديا ولا لايكات ولا تعليقات، بفضل الله انا اسمي بره مصر الحمد لله رب العالمين، يعني ما يقلش عن اسمي في مصر. اولا العري والحاجات دي كلها انا مش بعملها، اوكي؟ انا شغلي في الحريمي قليل، شغلي في الحريمي قليل، لكن اكتر حد يديكي تلبيس بدله حريمي شاطر طرز الرجالي مش الحريمي. البدله الرجالي اعلى مراتب الصنعه، البدله الرجالي اعلى مراتب الصنعه، فاللي يعمل بدله رجالي يعمل اي حاجه بعد كده تبقى بسهوله جدا. انا افكاري بره الصندوق. طب هقول لسيادتك على حاجه، جميل السؤال ده. كل مكان بيتنقد عليه عم الشعبان رحمه الله عليه احدث حاجه في العالم حاليا قولا واحدا، من الشوز المختلف في اللي كان بيلبسها وكان بقول لك اقوى وغاليه جدا. ابداع عندك هنا من محمد رمضان، بص على لبس محمد رمضان. انا بقول لك اهو، هاتي من رمضان وانزلي حمو بيك، كل النجوم. طب انا ملبس بيك وملبس رمضان، طبعا، وملبس حمو بيك، ملبس مسلم، ونجوم كتير. فانا بشتغل بره صندوق. يعني ايه؟ يعني انا اقدر بفضل الله اديك الحاجات اللي مش موجوده في اي مكان في مصر، في اي محل، في اي براند، اللي مش موجود انا اعمله لك. افكارك انت تديني شكل معين، انا بفضل الله اقدر اصممه لك بكل سهوله. فدي حته تميز. انا عشان اوصل لحته زي دي انا تعبت جدا ومشوار طويل جدا. بس انا مشكلتي انا ماليش علاقه بالميديا، يعني مش مدعم صفحات ومش حاجات كده، برغم ان عندي ارقام، ولكن مش مدعم صفحات انا راجل عملي اكتر من بتاع شو، يعني اكتر من ان انا اعمل شو، يعني لا انا عملي افضل. فالحمد لله رب العالمين، عملت مشوار كويس، عملت حاجات بره وجوه لاسماء، لا فالحمد لله رب العالمين. يعني اقدر لما اجي اقول لك مثلا بفضل الله ان اشرف رجله بفضل الله غير شكل البدله في مصر، ده حق ليا. تعالى ارجع من سنه 90 كان شكل البدله ايه؟ بدلة عادي خالص، بدلة موظف عادي خالص، صح؟ من بعد من 90 ل 2000 مع شغلي مع عم شعبان الموضوع اختلف تماما. اللي كان بينقل ده يا فندم زمان حاليا بيلبسه، والبدل دي بأرقام، بأرقام، والشزات المشجره والحاجات دي بأرقام بره وجوه. فبقت دي موضه، بقت موضه عالميه. ممكن تكون بادئه بدري من بدري شويه مثلا في اوروبا، ولكن ما كانتش شغاله في مصر بسبب عم شعبان، عشان ما حدش يقدر يلبس نجم زي شعبان فيقول لك ده بيقلد شعبان. ولكن بعد وفاه عم شعبان رحمه الله عليه بدات الموضوع كله ينتشر، من قمصان لبدل، بدل كامله مشجره بالشوزات بالحاجات، واديك شفت ده، وانا قلت لك اسماء معينه. فدي بفضل ربنا، يعني مشوار طويل تعبت عشان ده، فالحمد لله على اللي انا وصلت له، واللي جاي احسن باذن الله تعالى. هقول لك على حاجه جميله قوي، ويا ريت الناس تفهم ده وتستوعب ده. انا ممكن البس اي حاجه مختلفه، بس انا اوكي خليكي معايا لحظه بس انا هلبسها فين؟ انا هلبسها فين؟ فهو لابس التصميم ده او الشكل ده، بس هو لابسه فين؟ هل هيلبسه يخرج بيه في الشارع؟ مستحيل. حتى لو كليب، لا ما هو كليب والحفلات، كليب والحفلات عايزه حاجه تخطف العين مع الصوت، تسمعي وتتفرجي،
فلازم حاجه هو عشان يخطف العين لازم يعمل حاجه مختلفه. الاختلاف ده بقى هو يخطف بقى العين، ناس تنقد ناس تعيد، ولكن في الاخر دي عمليه حسابيه للشو. ازاي لو انا اغنيتي جامده جدا والموضوع عادي في التصوير لازم يبقى في حاجه مختلفه عشان يخطف العين والناس تبدا تتكلم. دي كانت فتره، ده كان يعني صوت فاهم معدى وما فيش اي حاجه خالص. يعني انا مش حابب اتكلم بقى فيها، يعني كان في دروب بالنسبه للحسابات وحاجات زي كده. وعايز اقول حاجه، انا بصراحه وبقولها اهو، انا خسرت محمد رمضان وهو برضو خسرني. يعني انا خسرته وهو خسرني. ليه؟ اولا انا عندي افكار، هو في حته حلوه قوي جدا طبعا، واحنا كلنا بنتباهى بيه ونشرف بيه، بس انا كنت عندي افكار وعندي امكانيات بفضل الله ان انا اقدر اخليه زي يعني تصميم لبسه يبقى تصميم مايكل جاكسون، لان هو يليق عليه ستايل مايكل جاكسون. وهو مؤخرا اكتشفت ان هو بدا يلبس نفس فكره مايكل جاكسون. فدي افكار، دي موهبه. فانا خسرته وهو برضه خسرني، لكن انا بحبه. لا، هو الموضوع كان فيه سوء تفاهم من الوسيط اللي هو كان مدير اعماله، اوكي؟ فهو كنت ببعت له رسائل وهو مش بيهتم، فعدم اهتمامه وصلني ان انا اوصل للمرحله دي. لكن هو لما كلموني ومدير اعماله المالي وقال لي حسابك قد ايه، الاستاذ بيقول لك حسابك قد ايه، قلت له قد كده، اداني حسابي مشكورا وقال لي بقى اعمل لي فيديو وقول ان انت خدت. قلت له اكيد طبعا، وانا بحبه، انا من جماهيره ومعجبينه، فانا كنت نفسي اكمل معاه، بس للاسف ده ضرب حصل. وخدي بالك برضو، كل خساره وراها مكسب، كل خساره وراها مكسب. بمعنى يعني عايز اقول لحضرتك، انا برضو خدت من جماهيريته، يعني خدت من شعبيته. انا معروف الحمد لله، بس يعني الناس عرفتني اكتر حتى بره مصر. يمكن الناس اللي اتعاملت معاها بره مصر يمكن كان من خلال الموضوع بتاع محمد رمضان او مشكلته مع محمد رمضان. لكن انا اتعاملت مع اسماء كتير، مسلم وعم سعيد صالح رحمه الله عليه، عم احمد عدويه. لا، انا عندي تاريخ افخر في فرق ان انا مثلا اقول ان انا بتعامل، لا، او في فرق ان انا بفرح بتعبي. فانا بفرح بتعبي ان انا عملت اسم ما فيش ترزي في الوطن العربي بفضل الله تعالى حقق او لبس النجوم من الجيل القديم والجيل الجديد. فده يتحسب لي، صح ولا انا؟ بجد والله، ما انا بفرح بتعبي، مش بفخم في نفسي، يعني انا مش بفخم، لكن انا بفرح بتعبي ان انا عندي في السي دي بتاعي الاسماء دي كلها، ان انت عدى عليك الناس دي لبستها في يوم من الايام وقعدت معاها. فدي نعمه من عند ربنا. فنقول ايه بقى؟ لكل مجتهد النصيب. استاذ فجله يا فندم. استاذ اشرف. استاذ اشرف فجله، يعني لما طبعا طلب ان هو يكون موجود معانا، انا رحبت بيه طبعا. اي نعم، انا ما شفتش الشغل. هو قال لي طبعا ان هو عمل شغل كتير قوي، وقال لي ان هو عمل بدل لفنانين كتير رحمه الله عليه، عصام شعبان ابراهيم رحمه الله عليه، استاذ سمير غانم رحمه الله عليه، استاذ طلعت زكريا. فانا خايف بصراحه بصراحه اشتغل مع الميتين بقى، يعني اكتر النجوم عندي. بس نجوم ميت، بس ميت. هو السنه دي هيلبسني، ولبسني السيزون اللي فات البدله كلها والبلط وكل الناس اتكلمت عنه. بصراحه هو استاذ اشرف هو بصراحه فنان.